السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم طبتم وأطال ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم في موضوع، ودائما نتكلم في موضوع تعطيل الزواج بالنسبة للرجال أو النساء، لأن هذا الموضوع أصبح يثير جدلا كبيرا بين الناس، وخصوصا تأخر الفتيات عن الزواج أصبح مشكل نفسي وروحي عند كثير من الفتيات. أسأل الله أن ييسر أمر الرجال والنساء وأن يجمعنا في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثير من الإخوة والأخوات يسألون: يا أخي، كيف ننجي أنفسنا من العين التي تسبب لنا تعطيل الأمور؟ ولازلنا في سلسلة للتعريف بسحر تعطيل الزواج من كل ناحية، من السحر والعين والحسد والمس. ففي هذا الفيديو بإذن الله عز وجل نتكلم ونقول: العين. اليوم نتكلم بإذن الله عن العين بإذن الله عز وجل، وكيف تكون العين تؤثر على الإنسان الذي يريد الزواج قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فالعين خطيرة جدا، العين تهلك الصحة، العين كما جاء في الأثر أكثر موت المسلمين من العين. فالعين تدمر الإنسان، العين تشتت شمل العائلة، العين تمرض الإنسان، العين تسبب السرطانات وتسبب الأورام والمشاكل الصحية، العين تسبب العاهات. كم من إنسان يشتري سيارة جديدة وبسبب العين لا يمر وقت قصير حتى يعمل حادثة، نسأل الله السلامة والعافية. كم من إنسان يدخل إلى عمل يوم أو يومين ثم يخرج منه بدون سابق إنذار، يضيق صدره بل يخاف، وكثير من المشاكل تأتي من هذه الناحية. كم من أخ يريد أن يتزوج، يجد فتاة تناسبه في دينها وخلقها وجمالها، لكن حينما يريد أن يذهب إليها يخاف من تلك الخطوة، وهذه من أخطر علامات العين. يخاف من تلك الخطوة أن يخطو إليها وأن يكلمها في الزواج. كم من رجل يقول لي: يا أخي، حينما أريد أن أذهب لبيت وأدق الباب ثم أتكلم وأنظر نظرة شرعية يأتيني ضيق في صدري، يكاد صدري ينفجر وكأنني أحمل الجبال. فهذه العلامة تكون من علامة العين والحسد. وكم من أخ يقول: يا أخي، إنني أرى الأفاعي والثعابين وأرى الكلاب والقطط. فهذه المسائل يا أخي تدمر صحتي، فهذه علامة من علامات العين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن أمة محمد. وكذلك الأخوات، كثير من الأخوات تقول: يا أخي، حينما يأتي الخطيب ويدق الباب نكون متفائلة خير قبل أن يأتي، حينما يأتي تنقلب الدنيا علي، ولا نريد الزواج أبدا، ولا نحب الزواج أبدا، ونكره اسم الزواج، لكن حينما يذهب لحاله أندم ويتكرر للندم: لماذا رفضته وهو في خلقه وفي دينه شيء جميل. نسأل الله أن ييسر أمور المسلمين. فهذه من علامات الحسد. ومن علامات الحسد
العين الحاسدة أيضا عند الفتيات هو تساقط الشعر، لأن أغلب الفتيات يعني تعمل تسريحات لشعرها ولم ترقي نفسها أبدا ولم ترقي ذاتها أبدا. وكم من أخت تنام وهي تضع العطور والمساحيق، فهذا يأتي فتعجب بمس فتسمى بمس عاشق، فيراها الجن ويصيبها الجن بالعين، أو تصيب نفسها بالعين، أي تكون معجبة بنفسها. فرسالتي لكل أخت أو أخ، أسأل الله أن ييسر أمركم. دائما أقول وبالله التوفيق، حينما تنهض في الصباح ضع يدك على صدرك واقرأ سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ضع يدك على صدرك وقرأها سبعا بإذن الله عز وجل. ارقي نفسك بنفسك إن استطعت، إن لم تستطع فاذهب إلى أقرب راقي إليك ثم اعمل رقيتك برنامج بإذن الله سبحانه وتعالى. وحافظ على الوضوء بإذن الله عز وجل، حافظ على أذكار الصباح والمساء بإذن الله سبحانه وتعالى، حافظ على بر الوالدين بإذن الله عز وجل إن كانوا في الدنيا، إن كانوا أمواتا فاللهم ارحمهم، حافظ على علاقتك مع رب العالمين من إحسان وصيام وصدقة وخوف منه وخوفا منه سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن ييسر أمركم وأن يتوب عليكم وأن يغفر لكم وأن يرحمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.